احترام البيئة، السفير أو رئيس البعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وصف هذا المشروع بأنه من شدة الرياح الموجودة به سأل المسؤولين عن المحطة إزاي هذه الرياح الشديدة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في كل مكان لأوروبا خلال السنوات المقبلة. سفير مصر في ألمانيا وصف الدولة المصرية بأنها الدولة الوحيدة التي تواجد بها الأربع عناصر الهامة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وهم توافر الشمس أو سطوع الشمس طوال أيام العام، ومعدل ارتفاع معدلات سرعة الرياح طوال أيام العام أيضا غير مرتبطة بعنصر معينة. العنصر الثالث وهو الموقع الجغرافي، وزي طبعا مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز وفريد على مستوى العالم. والعنصر الرابع هو الإرادة السياسية والقرار السياسي. السفير الألماني بالمرة وصف الدولة المصرية بأنها من أكثر الدول الحريصة على احترام البيئة والتوسع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. الحقيقة هذه الاستثمارات ليس فقط مجرد إنتاج كهرباء كما وصفتها سفيرة البرد بالقاهرة، ولكنها أيضا تخدم أو تساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتدريب الكوادر
أعلى سرعة رياح على مستوى العالم هنا في منطقة خليج السويس، وبالتحديد في منطقة جبل الزيت. زي ما احنا شايفين طبعا الرياح شديدة جدا. إشادة من جميع الدول الأوروبية المشاركة في افتتاح هذه المحطة الأخيرة التي تشارك الدولة المصرية من خلال هيئة الطاقة المتجددة في إنشائها، ولتختم بذلك الدولة مشروعاتها في هذا المجال وتفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في هذا المجال، ورفع العبء المالي عن الدولة في إنشاء محطات طاقة جديدة متجددة. الحقيقة محطات طاقة جديدة متجددة ستظل هي الأقل تكلفة، ستظل هي الأطول، لا ترتبط بأسعار صرف ولا ترتبط بأسعار وقود، هي سعرها ثابت على مدار المحطة التي يتجاوز